سيكينا وهذه شيء طمع فيها. واعوذ بالله واعوذ بالله واعوذ بالله. اهلا خويا عبد المجيد، صافا لاباس عليك؟ هاني صحه مزيان، الله يحفظك اخويا. اختي فاطمه الزهراء شويه الحمد لله. ما سمعتي حد؟ ما سمعتي درديب؟ ما سمعت حاجه، كنت نعسى الفوق. مسكينه الدوليه، لا حول ولا قوه الا بالله. واش هذه عباد الله يطمعوا فيها؟ اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من مكناس. فاطمه الزهراء كفيفه ويتيمه عايشه بوحدها في الدار، الشفاره استغلوا العجز ديالها وسرقوا لها الثلاجه والفراش ديال الدار. واش هذه يطمعوا فيها؟ حطينا لكم الرقم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في باش تشوفوا معنا هذه الوضعيه. واليوم غادي نقول لكم انه الساكنه ديال درب الانوار وبالضبط بالمدينه العتيقه بالمدينه القديمه، فهما اللي تواصلوا معنا نساء ورجال شباب وامهات اللي حاضرين معايا وكاين اللي ما بغاش يبان في الكاميرا. ومعنا هذه الاخت اللي مسكينه اللي قالت لك انا هذه بنتي واختي وما غنتخلاش عليها، ولكن واش هذه السيده يطمعوا فيها الناس؟ كنتمنى كل شيء بارطاجي هذه الرساله مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. نعم سي ابرار موحى حشومه في 2024 وفي هذا الزمان اللي كنشوفوا التضامن وكنشوفوا الناس كتحيد من رزقها وكتعطي وكتعاون، نجيو نطمعوا في كفيفه عايشه بوحدها وغير الناس ديال الحومه. ها اللي كيجيب الغداء، ها اللي كيجيب الفطور، وكل واحد عارفها لانهم كيعتبروها بنتهم. اختي فاطمه الزهراء لاباس عليك؟ لاباس. كيفاش وقع لك اختي فاطمه؟ انا يا درت حديثه ما بقيتش تنشوف، بقيت جالسه في الدار بوحدي، تيجيو تيسرقوني وما عندي لا ضو لا ما لا حتى شي حاجه، وعين الناس. ما عندك لا ضو ولا ما؟ ما عندي لا ضو لا ما، عين الناس اللي تيعاونوني هنايا في الحومه. غير الناس اللي كيعاونوا، الناس اللي كيعاونوا. اجي نشوفوا اختي فاطمه الدار، نمشيو ندخلوا اختي، اجيو معانا، سيري راه شديها، نمشيو نشوفوا اشنو واقع في هذا المنزل واللي خلاو هذه السيده على الدص. زعما لا حول ولا قوه الا بالله، في الوقت اللي كنشوفوا ناس كتسابق على الاجر، والوقت الناس اللي كتدير الخير، شوف هذه الكفيفه شنو غادي تدي منها، شوف كي غير كيفاش كتمشي مسكينه، شو غير يعني الا ما شديتيهاش ما غاتمشيش. شوفوا الوضعيه ديالها مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وعلى المباشر. ضو العوينات ما عندهاش، وهي واقعه لها حادثه في الوقت اللي كتسنى انه يجي اللي يعاونها ويدير لها عمليه وينقذها من هذا الوضع. ها هما جاوا، شوف الباب ديال الدار كي داير. كل شيء بارطاجي خوتي فضلا وليس امرا، هذه كفيفه وطمعوا فيها. ويلي 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 شاد الحاله، شاد الحاله مسكينه. نعم مشاهدينا شوفوا هاد السيده فين كتعيش، شوفوا هاد الظروف اللي عايشه فيها كي دايره، وشوف واش هما اللي داروا هادشي للدار؟ ها؟ هما اللي ريتلو هادشي يا فاطمه؟ هادي هي بلايصتك هنا كتنعسي؟ ما حتى الريحه هنا، حتى الريحه، الريحه اختي، شوف 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 هادي الحوايج اللي مرولين، كيسحبهم عندها الحوايج، كانوا عندها في الماريو، في الماريو، كيسحبوا كاين الفلوس، بداو تيفرتكوا داكشي وتيقلبوا. شوف هزوا لي هاد الثلاجة، الثلاجة كانت في هاد البلاصة، كانت الطبيلة ديالها مشات. نعم هنا كانوا المعنات كوكو الطاوة، أنا وريت داكشي تاع الطاوة كامل. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الوضع اللي عايشاه فاطمة الزهراء هنا بدرب الأنوار مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. وغير الجيران الله يجازيهم بخير، هما اللي دخلوا ولاد درب ولاد المدينة القديمة اللي واقف فين. اجي اختي غنجلسوا معاك وغنسمعوك هنا في هذه البلايصه هذه، وغنشاركوا معاك يعني نجوك الفراش ديالك. كيفاش اختي يعني عاودي لنا القصه ديالك فاطمه الزهراء؟ انا ما في حال حتى شي تيمه وما عندي حتى شي واحد وما تنشوفش، مشاو لي عينيا وما تنتمنى على قوت الله اكبر، تنتمنى غير شي واحد المحسنين يعاونوني باش ندير العمليه ونشوف بعينيا، واخا غير وحده، واخا غير وحده. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم اختي، وهاد الناس هادو اللي جاو داو لك هاد الحوايج ما عرفتش مشاو لك هاد الشيء؟ واش من ساعه؟ ما عرفتش الساعه فوقاش كنت نعس. مشاو لها اول البارح اخويا، اول البارح انا جبت لها العشان تاعها اول البارح. اها بالليل عطيتو لها. اها خليت داك الشيء مازال كيف ما هو، الفريش مقاد، الفريش مقاد. شنو هو داك ليزار اللي وريت، هذاك الطوميط اللي وريتيني؟ واخا اختي غادي نخلي فاطمه الزهراء وغنسولك، انت تفضلي شدي الميكرو. اختي انت اللي كتقابلي وكدير لي على هاد السيده وكديري الواجب والدموع في عينيك، مالك خويا؟ بقات فيا الصراحه،
راه هادشي راه حتى واحد ما تبغيش، حتى العدوك ما غتبغيلوش هاد الحال. انا كتبقى فيا، جيت جمعت لها المحيل، جيرت لها قديت لها المسائل، انت راه وريتك الفيديو دابا نوريه لك، قديت لها كلشي، انت تتشوف الحاله ديالها كيفاش دايره، راه يبكي عليها كيفاش خلاوها حرام اختي. لا لا الله رسول الله الله ياخذ الحق. كيفاش وصلكم الخبر نتوما؟ انا جيت عندها في الصباح دقيت عليها، قالت لي استنيني، هبطت مسكينه عندي الباب، قالت لي هاكي ديري تحلي الباب، حليت لها الباب وطلعت، طلعت درت هكايا، قلت لها ويلي شنو هاد الحاله، فين عايشه؟ درت هكا في الثلاجه ودرت هكا في حويجاتها، قلت لها فين حويجات؟ قالت لي حتى حاجه ما بقات، كلشي مشى ليا، داو ليها كلشي. آه كلشي مشى صافي. وانا نقول الناس الحومه، قلت لهم نوضوا تشوفوا هاد السيده قبل ما شي نهار تلقاو انا ميته ولا شي حاجه، المهم ضربوا فيها الفقد وشوفوها. والناس الحومه كلهم طامنوا، كلهم انت شتي كلشي واقف، كلشي واقف في الباب زعما. آه صراحه قال لك لا ما نخليوهاش هكا في هاد الحاله، راه حتى واحد ما غيبغي هاد الحاله، لا ليه لا الولاد ولا الله يرحم ضعفنا اختي، شي حاجه ها الله يرحم ضعفنا. واش دابا اللي ضعيف في وسطنا يضيع؟ لا لا اولا راه دابا تتجرحي ايه في صبعك كتقول اح، ماشي الا حالك بنادم اللي مسكين في هذه الحاله هكا، يا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه حتى شي واحد ما غيبغي هذه الحاله الخو المسلم، حتى شي واحد. نعم لا حول ولا قوه الا بالله. نعم وشكرا لكم بزاف حيت جيتو، هذا واجب اختي، هذا واجب. والله العظيم ملي جيتو عاد ارتاحينا، حنا راه من الصباح حنا واقفين هنايا تنقولوا دابا يجيو دابا يجيو، وانتم جيتو الله يكثر خيركم، وعاش الملك والله ينصر سيدنا والله يكثر خيركم، والمحسنين اللي شاف فيها يشوف فيها لوجه الله، بعدا غير ديك العوينه مسكينه تبدا تشوف بها، وتا هي تدي بحال الناس، وتا هي مسكينه تجمع، وتا هي تطيب، وباقا صغيره، راه صغر مني انا، راه عندي 32 عام وهي راه باقا صغر مني، وانتم تتشوفوا الحاله ديالها مسكينه حالتك كبيره. نعم اختي دموعك غاليين، دموعك غاليين، وتحيه ليك، لانه ما غيبكي عليك وما غيهز حس بهمك الا اللي في قلبه الرحمه طبعا. وهاد السيده كنشوفوها كتبكي، سمعتي اختك كدوي عليك؟ أه. سمعتيها فاطمه الزهراء؟ شنو تقولي لخوتك المغاربه اللي كيشوفوك الان؟ نقول لهم يعاونوني، يعاونوني باش ما تخاهم الله، عين المحسنين يعاونوني باش ما كتب الله. رفعي صوتك شويه اختي فاطمه. المحسنين يعاونوني باش ما كتب الله، وعاش الملك والله ينصر سيدنا، يعاونوني باش ما قسم الله. علاش بغيتي يما اختي يعاونوك؟ بغيت غير في عينيا، بغيت غير نشوف بعينيا، واخا غير وحده. كيفاش وقع لك لعينيك؟ درت حديثه وما بقيتش تنشوف. كنتي كتشوفي بعوينات؟ اه كنت تنشوف. وملي درتي حديثه مشى، مشى لك الشوف. حديثه مشى مشى. قال لي خاصك القرنيه. هذاك الشيء اللي قالوا. قال لك خاصك القرنيه. هذاك الشيء اللي قالوا. نشوفوا اختي هذه العمليه نجريو عليها ان شاء الله، ونديروا اللي علينا، ونشوفوا مؤسسات هنايا يتعاونوا معنا، ونشوفوا ان شاء الله هذه المساله. وهذا نداء موجه للناس ديال قطاع الصحه بمكناس، انهم ان شاء الله يدخلوا على الخط والمندوبيه الاقليميه للصحه، علاش لا، ويتكلفوا بهذا الوضع ديالك، عمليه ديال القرنيه اللي هي ولات متاحه وممكنه، وكاينه في المستشفيات العموميه. نعم اليوم هاد الحاله اللي انت فيها هنا، يعني كيفاش غديري لهاد الشيء دابا؟ شنو خاص هاد الشيء؟ شنو خاص يعني؟ ما عرفتش اش غنقول لك اختي فاطمه الزهراء، لانه هذا الوضع ديالك انا والله الا المني وحق الله. كتقطع في القاع، زادوا طمعوا فيها مسكينه، واش هادي اللي عاد؟ واش هادي طمعوا فيها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا لا رشيدة المزاحمي قالت لك هذه خصها شي جمعية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. نو اختي هذه السيدة راه خصها عملية باش ترجع تشوف، إذا كانت إمكانية ديال أنها ترجع تشوف مرة أخرى. هادو يعني اللي جاوا داو ليها ديالها. أنا غادي نقول لهم زعما إذا لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم، وراكم درتوا ما بغيتوا، ولكن القانون لكم بالمرصاد، لأنه ربي يمهل ولا يهمل. هذه كفيفة ما شايفه ما والو، ما سقتي الخبار، ما سمعتي، حيت باش غيهبط الثلاجه غتسمعي الدرديب. انا ما حسيت بوالو. لا ملي حلوا عليك الباب؟ لا لا ما حسيت حتى حاجه، ما حسيت، ما سمعت، ما حسيت بوالو، ما عرفتش شنو، بحال داروا لي شي حاجه طلاميس باش نعس ولا ما نعرف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخا اختي فاطمه الزهراء ما كاين لا عائله لا 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 حباب؟ لا لا ما عندكش عائله والو؟ لا والو، لا خوت لا حتى شي حاجه. الخوت اللي كانوا واحد راه هو مقبوط، واختي وحده راه ماتت. الله اكبر. هي دابا بقيتي هي انت وخوك اللي مسجون مقطوعه من الشجره.
مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، قبل ما ينتهي هذا البث المباشر كنتمنى منكم ان الكل يدير يد الله مع فاطمة الزهراء ونكونوا كاملين معها، اللي يقدر يعاون هذه السيدة يعاونها، لانه هذا الوضع اللي عايشة فيه راه لا ما لا ضو، والوضعية صعيبة وصعيبة. ما غنقولش لكم الروائح هنا كي دايرة رائحة صعيبة، ها هما كاينين بنات الدرب وكاينين بنات المدينة القديمة معاها، ما غاديش يخليوها وغادي يتكلفوا، ولكن كنتمنى ان كل شيء يدخل كل شيء يعاون. هاد وريني التصويره ديال داك البيت كي كان، هاد البيت كي كان، هاد البيت كي كان، اجوا تشوفوا هاد البيت كيفاش كان مقاد ومفرش ومسادد. ها انتم شو البيت كي كان مزير طليمير، هاد الليجه ديالها راه المعنات يعني عيشه مسكينه بكل يعني ظروف متوفره، على الاقل نقيه نقيه وكتشم ريحه نقيه. دابا راه الناموس راه ما غنقولش لكم الوضع كي داير، لا النظافه حتى لا مستوى النظافه هنايا. راه انت شفت الناس كانوا هنا في الدرب شراو لها الناس كيشريو لها كل شيء. تبارك الله تبارك الله، الدواب كل شيء. تحياتي للناس ديال المدينه القديمه، الاصل الاصل راه ما تندوزوهاش ولا نخلي لها بالكثير. برافو. انت شوف انت شي الدنيا كي كانت نقيه، انت تشوف الفريش ما خلاو لا حتى حاجه، تصام الدوام ليها، لا حول ولا قوه. هالكويزينه كي كانت، هالكويزينه هي فيه. وهي واقفه يعني ونقيه ولابسه ومقاده. شوفوا الوضع الان كيفاش ولا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وضع كارثي ولا والروائح كريهه. شوفوا الوضعيه كي دايره، هذا الشيء اللي كتعيشوا الان فاطمه الزهراء. كنتمنى مكناسيات ومكانسه اللي معايا الناس ديال المدينه القديمه راه دايرين الواجب، الله يجازيهم بخير، وهما اللي اتصلوا بينا اليوم. كملوا الواجب ديالكم كلكم خوتي المغاربه، الرقم ديالها راه هو هذاك اللي محطوط، هذاك الرقم عندك انت، يعني غيتواصلوا الناس دابا غيتواصلوا معاك انت، قريبه ليها اختي قريبه، اذا غيعيطوا لك انت هي فاطمه الزهراء. نعم باش هادشي يكون واضح وما عندنا ما يتخبى، اللي بغى يجي عندها اي حاجه انا نجي نحلو، يجيب لها حويجات ولا يجيب لها يطلعوا لعندها مسكينه، يجيو عندها مباشره. شكرا لك. دابا راه كنجيو عندها حنايا كل ساعه، ماشي زعما غير مره راه كل ساعه. هيا تقول كل ساعه منين كنعيط لك صافي والشرجم وكلشي ماشي.